أهلا وسهلا بكم في الدروس الإلكترونية لمدارس السندباد الأهلية، مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي، المحاضرة 20، واليوم عندي محفوظة بلبلي، صفحة 157، وهي للشاعر حسين عطية السلطاني. هنا حبايبين نعطيكم نبذة عن هذا الشاعر، بأنه شاعر عراقي معاصر ولد في الحلة سنة 1961 ميلادية. هذه محفوظة للحفظ، راح نبدي بقراءتها وبيان بعض المعاني مالتها، ومن ثم حل الحوار والتدريب. راح أبدي بالقراءة. بلبلي، يا بلبلي يا بلبلي، غرد إليك ثم لي، ما الصبح إلا مقبل، مقبل معناه قادم، والليل دعه ينجلي، ينجلي معناه أنه يذهب. غرد إذا هل السحر، السحر هو الوقت ما قبل الفجر، فالنجم يصغي والقمر، إنه بعدها النجوم والقمر موجودة، وكل من تنبه، يعني كل من استيقظ في هذا الوقت، فجرا مع الصبح الأغر، يعني مع الصبح الواضح للكل أو المبين. غرد وفي البوادي، البوادي حبايبي هي جمع بادية، والبادية أنتم مثل ما تعرفون هي عكس الحضر أو عكس المدينة. وكن بهن الشادي، الشادي معناها المغني، أنه أنت تكون مغني في هذه البوادي. تلك الزهور فتحت واخضر روض الوادي، الوادي هو المنخفض الطبيعي اللي يكون، فيقول هنا أنه خضر روض الماء الوادي، معناها أنه أرض الوادي اخضرت. غرد على غصن الشجر وبين أصناف الثمر، أصناف معناها أنواع الثمر، واسبح بأنفاس الشذا، الشذا يعني شدة الرائحة، واغفو على ثغر الزهر، الثغر معناها الفم أو مقدمة الأسنان، فهو ذي يقول لأنه اغفو على ثغر الزهر يعني مقدمة الزهرة. هذه المحفوظة حبايبي للحفظ، راح أعيدها مرة ثانية. يا بلبلي يا بلبلي، غرد إليك ثم لي، ما الصبح إلا مقبل والليل دعه ينجلي، غرد إذا هل السحر، فالنجم يصغي والقمر، وكل من تنبه، فجرا مع الصبح الأغر، غرد وفي البوادي وكن بهن الشادي، تلك الزهور فتحت واخضر روض الوادي، غرد على غصن الشجر وبين أصناف الثمر، واسبح بأنفاس الشذا، واغفو على ثغر الزهر. هذه محفوظة للشاعر حسين عطية السلطاني. طيب، بعد ما انتهينا من قراءة المحفوظة سرح ننتقل إلى المعاني. مقبل من الإقبال على شيء، تنبهوا استيقظوا، الشادي المغني، الشذا شدة الرائحة، أصناف أنواع، ثغر الثلمة. طيب، الحوار منطيني مجموعة أسئلة، أنا وحضرت لكم الأجوبة بهذه الورقة، إذا راح نقرأ السؤال هنا وراح نجاوب بالورقة اللي قبالها. اذكر ثلاثة أبيات تدل على جمال الطبيعة. الجواب مالتنا راح يكون: تلك الزهور فتحت واخضر روض الوادي، غرد على غصن الشجر وبين أصناف الثمر، واسبح بأنفاس الشذا، واغفو على ثغر الزهر. السؤال الثاني: متى يبدأ البلبل بالتغريد؟ الجواب مالته: الفجر. السؤال الثالث: ما وجه الشبه بين البلبل والشادي؟ الشادي هنا يقصد به نوع من أنواع الطيور. إذن الجواب مالتي راح يكون: كلها من أنواع الطيور ويغردون في الصباح الباكر. رابعا: ما أسماء أصوات الحيوانات الآتية؟ صوت البلبل التغريد، صوت الحصان الصهيل، صوت الكلب النباح، صوت القطة مواء، صوت الحمار نهيق. أنا هنا عندي الحوار انتهى. بعد ما انتهينا من حل الحوار راح نجي على التدريب اللي بعده. اربط العمود الأول اللي هو هذا بالعمود الثاني هذا على ضوء مفهوم القصيدة. الصبح يقبل، تفتح الزهور، يغرد البلبل، يصغي للبلبل النجم، على غصن الشجر والقمر، والليل ينجلي وتخضر البوادي. حبايبي احنا حليناه بهالطريقة،
إنه كل عبارة مقابلها العبارة اللي ترهم وياهم. الصبح يقبل والليل ينجلي، تفتح الزهور وتخضر البوادي، يغرد البلبل على غصن الشجر، يصغي للبلبل النجم والقمر.